المنتخب الوطني الجزائري صاحب 8 ميداليات ذهبية لحد الآن، جواد سيود صاحب أيضا الرقم القياسي الوطني على هذه المسافة بتسجيله دقيقة 57 ثانية، دقيقة 57 ثانية و88 جزء من المئة لسجله، الرقم القياسي تاعه سجله في البطولة الفرنسية بليموج، هو ينتمي إلى نادي نيس يعني منذ 2022 السنة الماضية، بينما الرقم القياسي للألعاب يبقى بحوزة أسامة ملولي بدقيقة 59 ثانية و98 جزء من المئة. يعني نقول لك بلي راح يتباطا، يعني راح يتحطم الرقم، يتحطم الرقم يعني شعر. هو يعني هو احسن رقم، احسن توقيت له هذه السنة هو دقيقتين، يعني تحصل عليه في البطولة الفرنسية الأخيرة هذه بيران، ولكن يعني راح يبحث على النتائج اللي يعني كان ممكن حصل عليها، راهو منافسة يعني بن زيدون كان يعني راهو مليح جواد، إذا نبقى يعني بن زيدون راح يدفع سيود باش يعني يصبح مثل أحسن مثل ما حدث في البطولة الوطنية المفتوحة الأخيرة. نعم جواد سيود متبوع في يعني المركز الثاني، راح يحفزه باش يعني يحطم أرقامه، يحطم أرقامه ولكن الألعاب. هنا جواد سيود ياخذ بعض لازم الامطار ولازم يهرب له باسكو بن زيدون يعني كان قوي في ال 200 متر، يعني المسافه ما زالها طويله ولكن وقت المرور بالنسبه لجواد سيود في ال 100 متر الاولى، اذا جواد سيود 55 ثانيه 71 جزء من ال 100 متبوع بفارس بن زيدون، يعني رايح بدقيقة و58 يعني دقيقة و58 ثانية، ممكن يعاود يعني الوقت تاعو اللي راه مونغاجي به، يعني ممكن يكمل بالوتيرة يعني هذه وقت الألعاب ممكن أنه يتحطم. يبقى جواد سيود في المقدمة متبوع بفارس بن زيدون من الفريق الوطني، وفي المرتبة الثالثة لحد الآن غليب سالم من مملكة الإمارات العربية المتحدة. جواد سيود تحت تشجيعات الجمهور الغفير الذي تعود عليه بهذا المسرح الوهران، شوفي وهيبة راح يتحطم الوقت الرقم القياسي للألعاب راح يتحطم، يعني لأنه بحوزة أسامة ملولي منذ ألعاب الدوحة بدقيقة 59 ثانية و 98 جزء من المئة. جواد سيود في الأمطار الأخيرة، جواد سيود في الأمطار الأخيرة ويسجل دقيقة 59 ثانية و 38 جزء من المئة، ويحطم الرقم القياسي للألعاب ببعض الأجزاء من المئة. إذن دقيقة 59 ثانية و 38 جزء من المئة، إذن حسنوا بستين جزء من المئة جواد سيود، وقت رقم قياسي جديد للألعاب لجواد سيود صاحب المركز الأول، ويحطم الرقم القياسي اللي كان بحوزة أسامة ملولي منذ ألعاب الدوحة 2011.